ضيوفنا الكرام، أهلنا الأعزاء، باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وباسم جمعية الأسرى المحررين وأهالي الشهداء الأبرار، نرحب بكم أجمل ترحيب كل باسمه ولقبه في حفل إحياء الذكرى 17 لاغتيال قادة كتائب شهداء الأقصى في محافظة بيت لحم الشهيد القائد عاطف عبيات أبو حسين، والشهيد القائد جمال نواورة أبو مهند، والشهيد القائد عيسى الخطيب عبيات أبو حسن رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، والذي استطاعت يد الغدر الصهيونية النيل من أجسادهم الطاهرة من خلال تفجير سيارة الجيب التي كانوا يستقلونها، وانتقلوا شهداء إلى الرفيق الأعلى خلال انتفاضة الأقصى في 18 من تشرين الأول لعام 2001، فلهم الرحمة. شكرا لكم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا المجد يركع للشهداء الأبطال وحدهم، وهذه حقيقة وما عداها باطل. إن كان هناك في الدنيا رجال يدعون مجدا فشهداؤنا الأبطال للعلا أوائل. الشهداء الأكرم منا جميعا، ونحن نتحدث عن قامات جعلت من هذا البلد ذو قيمة. هذه هي حركة فتح، هذه هي فتح التي وجدت ليس فقط لتبقى، بل أيضا لتنتصر، وتنتصر بها فلسطين. هذه هي الحركة العملاقة التي لا نتغنى بتاريخها،
تاريخها غالي وعزيز وماثل أمامنا وأمام الجميع، ولكن أيضا نتغنى بحاضر هذه الحركة وببطولات هذه الحركة. فتح ليست فرد أو أفراد، بل هي امتداد وبناء، ليس فقط طوبة على طوبة، بل أيضا دم على دم. ولنا الفخر أن تكون آخر العمليات في هذا الوطن هي لأبناء حركة فتح. يشهد علي الله أني أرى وأتذكر المشهد ماثلا أمامي منذ عام 96، قبل 21 سنة 22 سنة، كوني صحفي أيضا، والبطل حسين عبيات، باب فندق قصر جاسر يشتبك مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا المشهد هو المشهد الفتحاوي الأصيل والماثل في القلب والذاكرة. ولو في ثواني أرواح الشهداء، أرواح الشهداء في هذا السماء وفي سماء هذه القاعة وفي سماء هذه المدينة وهذه المحافظة تتفقدنا. هذه وصية الشهداء، وهذه فلسطين. لن نتعب، لن نستسلم تحت أي اعتبار. أيضا المستوطنين بأن هذه النيران التي اشعلوها سيحرقوا بها، سيحرقوا بها. وحركة فتح موقفها السياسي والميداني هو الالتصاق بالهم الجماهيري، غيرها من المسائل الداخلية والأطراف الداخلية. بالتالي بالتأكيد احنا بحاجة في حضرة الشهداء. أهلنا وشعبنا في كل المواقع، في الخان الأحمر، في القدس، في غزة هاشم، في كل محافظات الوطن، في الشتات والخيامات والقرى والمدن. والتحية الكبيرة لأهلنا في محافظة بيت لحم. وقد حضرنا جميعا كمسؤولين وأهالي ومؤسسات رسمية وأهلية وشعبية وفصائل وقوى لكي نحيي لحظة وفاء وصدق مع من هم أكرم منا جميعا، مع الشهداء. هؤلاء القادة الأبطال الذين ما زالت شوارع بيت لحم تشهد لهم بكل آيات الإخلاص والمحبة والوفاء، علموا العالم كيف هو التلاحم وكيف هو الصمود وكيف هي محبة الوطن. نقول لهم اليوم باسم القيادة الفلسطينية وباسم الأخ الرئيس وباسم كل أحرار شعبنا، نحن على العهد، نحن على القسم، على ذكرى وطريق الشهيد المؤسس ياسر عرفات وكل شهداء الشعب الفلسطيني. صوركم وحركتكم، مواقفكم، ابتساماتكم، ضحكاتكم، غضبكم، نتذكر كل ذلك ويرتسم على وجوهنا جميعا. هذه اللحظات التي لن ننساها، مناضلين وأصدقاء وزملاء ورفاق درب، نحن على عهدكم، على عهد كل الشهداء. لن يفصلنا عنكم مناصب أو شكليات، نحن متواصلون معكم بالدم، متواصلون معكم بالعهد. ولذلك نجتمع جميعا
لكي نواصل هذا المشوار كل بطريقه. نحن اليوم في خضم معركة سياسية طاحنة غير مسبوقة يقودها الشعب الفلسطيني برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن. لن نتراجع أبدا ولن نتنازل ولن نفرط، وسنقدم كل شيء إذا كان الهدف هو القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، عاصمة الكرامة، عاصمة الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم. هذه القدس المحمية بقلوبنا ودماء الشهداء. ولذلك أيها الأهل، أيها الأحبة في بيت لحم، أشكركم على وفائكم وعلى حضوركم وعلى هذا التماسك من أجل دحر كل المؤامرات والدساس الذي يحاول الاحتلال أن يفرق بيننا. هذه المدينة وهذه الرسالة الإلهية التي ارتضاها لنا حتى تكون رسالة للعالم أجمع. نعم، بهذا نكون قدمنا صورة جلية واضحة مكملة لصورة الشهداء. إنها الوفاء لشهدائنا وأنبيائنا ورسلنا ولأرضنا المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في هذا اليوم نحيي ذكرى استشهاد 3 قادة من قادة كتائب شهداء الأقصى في منطقة الجنوب. هؤلاء القادة الذين تمسكوا بحق المقاومة والتحرير. أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في السلاح. إلى روح الشهيد البطل جمال نواورا أبو المهند، إلى روحك الطاهرة ألف سلام. يا من ربيتنا على حب الوطن وحب الفتح، يا من أعددت ونظمت ودربت أشبال الفتح في الانتفاضة الأولى، يا من سجنت وأصبت عدة مرات حتى تم توقيع اتفاق أوسلو وأنت بداخل السجن. ظن البعض أن فتح انتهت بعد اتفاق أوسلو، لكنك برغيت وضربت كوادر الحركة. ومع بداية الرصاص الأولى كان تنظيم فتح في مدينة بيت لحم أقوى تنظيم في محافظات الضفة. كنت رأس الحربة، كنت العقل المدبر، العقل الأمني لحركة فتح ولتنظيم فتح في مدينة بيت لحم، حتى اخترقت أقوى جهاز مخابرات في العالم. لقد شهد لك العدو قبل الصديق. أخي أبو مهند، ارقد بسلام، سنبقى على ذكراك. أما أنت يا صديقي ويا رفيق دربي عيسى الخطيب، صاحب الابتسامة الرائعة التي كنا دائما نلمسها منك في أصعب أوقات الاشتباك، أشهد لك في اشتباك بيت جالة، اشتباك 7 أيام الذي لم يحدث مثله إلا في عام 67، أنك حميتنا وحميت إخوتك وجسدك من شظايا قنابلهم. أبا الحسن، ارقد بسلام، سنبقى على العهد. إن من يكون قائده جبلا فلن يخشى زئيل رصاصهم. أخي ورفيق دربي عاطف عبيات، إن الأخ القائد عاطف عبيات الذي أرعب الاحتلال حتى حاكت ضباط مخابراتهم لنا في زنازين التحقيق، فأن رأس جنديا إسرائيليا عند عاطف عبيات هو لعبة شدة. إن لم يعلم سنعلم أن كان رأس جنديا عند جنديا إسرائيليا
عند عاطف عبيان هو لعبة شدة. هكذا رسم الشهيد القائد عاطف عبيان صورة الجندي الإسرائيلي. إن بداية الانتفاضة الثانية كان هناك اشتباك في منطقة عبيات إلى من يذكر، وأظن أن القليل يذكر تلك الفترة، بل سنذكركم أن هناك كانت ناقلة جند وكانت جيبا إسرائيلية دخل منطقة عبيات، دخلوا كيلو واحد. كان القائد عاطف عبيات الذي اشترك معهم طلب الإسرائيليين من الارتباط الفلسطيني أن نوقف إطلاق النار، لكن الشهيد البطل أخبرهم أنهم سينسحبون تحت سرير رصاصنا، وانسحب الاحتلال تحت سرير رصاصنا. هذا هو الشهيد البطل عاطف عبيات. سأختم كلمتي بمقولة الشهيد عاطف عبيات: إذا كان من الموت بدا فمن العار أن تموت جبانا. إلى روحكم ألف سلام. التي يتساقط فيها القادة قائدا وراء قائد، قائدا وراء قائد، يتصدرون مواكب الشهداء وجحافل الثوار إلى الجنة، إلى الجنة، يسبقوننا إلى فلسطين. يا عاطف عبيات يا نخلة فلسطين، يا عيسى الخطيب ورصاص قم تلزان، انتقاما لعملية الاغتيال، ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال، ارتقى خلال ذلك 18 شهيدا من بيت لحم، لتشتد الانتفاضة بعدها وتستمر.